أعضاء وعضوات مجلس الشورى يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، وجامعة الإمام تنفي انتماء الدراسة التي ربطت بين الاتجار بالبشر وعمل النساء لمؤسستها، وتنفي أن يكون هذا الباحث موجود في الجامعة. في نفس الوقت الليلة العرفج معنا يعلق ساخرا على ملفات كثيرة. أهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا. ننطلق من أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج يا هلا من الصحافة السعودية. نتابع. المقال الأكثر قراءة للكاتب صالح الشيحي من صحيفة الوطن بعنوان فكرة قابلة للتنفيذ. يقول الشيحي: أتفهم حرص البعض على توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، بل وأتفهم وأحيي رفض البعض الآخر لإقحام المرأة في أعمال غير لائقة بها، لكن دعونا نعترف أن هناك من يضيق واسعا فيتحول الأمر لديه من حرص إلى سلطة مطلقة ووصاية متشددة، فيغلق بعض أبواب العمل المناسبة أمام المرأة، فلهو الذي استطاع أن يجد لها بيئة العمل المناسبة التي يتصورها في عقله، ولهو الذي أمن لها مصدرا للدخل يكفيها مذلة السؤال والتسول. هو هنا يصنع مشكلة، ويتساءل الشيحي: ما شأننا وهذه القضية الجدلية اليوم؟ هناك فكرة قد تكون مناسبة، وربما تكون قابلة للتطبيق. من مميزاتها أنها ستحد من معاناة المرأة العاملة من جانب، وستوفر فرصة عمل ذهبية للمرأة العاطلة في منزلها من جانب آخر. الفكرة بوضوح كما يقول الكاتب تتمثل في إيجاد حاضنة سعودية، أو لنقل أسر حاضنة على غرار الأسر المنتجة، بحيث تتاح الفرصة للمرأة الراغبة في تخصيص جزء من منزلها كحضانة للأطفال لمدة محددة يومياً، بحيث تستقبل الأطفال صباحا ويستلمهم دوهم بعد الظهر أو العصر بمقابل مادي لكل طفل. ليس كل النساء لديهن مؤهلات، وليست كل النساء قادرات على العمل خارج منازلهن. ويختم الشيحي: هذه الفكرة تؤمن للمرأة العاطلة عملا شريفا يحفظ كرامتها ويؤمن لها دخلا يكفيها ذل السؤال، ومن المهم دعمها ويخضعها لمراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية. ما رأيكم؟ المقال الأكثر تعليقا من صحيفة عكاظ للكاتب محمد الإحيدب بعنوان تذكر حادثنا. يقول الإحيدب: حمدا لله على سلامة موكب نائب وزير التربية والتعليم الذي تعرضت إحدى سياراته للسقوط من مرتفع عال في منطقة فيفا أثناء قيام نائب وزير التربية والتعليم بجولة في المنطقة. نتمنى أن يكون هذا الحادث تنبيها إلهيا وتذكيرا بحال مواكب يومية لمعلمات يعملن في مناطق نائية ويقطعن يوميا مسافات طويلة وعلى ارتفاعات شاهقة ومرورا بأودية سحيقة. ويضيف الأحيدب: وإن كان موكب نائب الوزير يتكون من عدة سيارات فخمة ومجهزة بوسائل الاحتياط والأمان وعددا من الأفراد، فإن مواكب المعلمات تأتي فرادة وفي مركبات تفتقد لأبسط مقومات السلامة والحيطة. لعل الحادث الذي مر بسلام يعود بالسلام على بناتنا معلمات المناطق النائية، فيذكر بمن توفيت ومن أصيبت ومن أعيقت، فيحمي من بقيت. ويختم الأحيدب: الذي أرجوه ممن من الله عليهم بالسلامة من الحادث تذكيري وزير التربية والتعليم إذا نسي المعلمات والخريجات غير المعينات بالقول تذكر حادثنا. التعليق الأبرز جاء من القارئة شموخ بقولها: رائع ما خطته يدك، عبرت بحرقة عن بنات وطنك البديلات المستثنيات. معاناتنا أسمعت من به صمم سوى المسؤولين عن موضوع تثبيتنا. يكفي صبرنا على العقود في أماكن بعيدة وطرق وعرة من أجل التثبيت الرسمي المكاني، وعندما صدر بحقنا أمر ملكي بالتثبيت نجد من يستثنينا بكل بساطة. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الحياة للكاتب هاني الظاهر بعنوان دراسات تغريب في المرأة.
يبدو أن فوبيا الاختلاط التي لا تزال منذ سنوات تفرز النظريات تلو النظرية ووصلت أخيراً إلى لغة جديدة تتماشى شكلياً مع العصر. يقول الظاهري: الخبر الذي نشرته الحياة أمس الأول إن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أجازت رسالة ماجستير تذهب إلى أن عمل المرأة كاشيرة يعد من الإثجار بالبشر. الباحث كما فهمت من طرحه حاول أن يبرئ ساحته بربطه بين هذه الأعمال والاستغلال الجسدي الذي يعد فعلياً من الإثجار بالبشر، لكنه مع الأسف لم يوضح كيف قام بعملية الربط اللولبية هذه وما علاقة جسد الكاشيرة أو موظفة الاستقبال مثلاً بعملها. وقياساً على كون عمل المرأة كاشيرة يعد إتجاراً بالبشر، فإن عمل الرجل كاشيراً أيضاً قد يعد إتجاراً بالبشر، فهو سيقع لا محالة فريسة لتخيلات النساء السيئات والعياذ بالله. وهذا يعني أننا بحاجة إلى ريبورتات تمارس مثل هذه المهن بدلاً من البشر لحماية الناس من الاستغلال الجسدي الذي عم به البلاء. ويختم الظاهري: والله أعلم، سندخل في مشكلة أكبر بعد الاستعانة بروبوتات بريئة، إذ ستخرج دراسات وبحوث وفتاوى تحرم عمل الروبوتات المؤنثة في مهن مختلطة، وسنسمع حينها أخبارا مثيرة تشير إلى القبض على روبوت مع روبوتا في قضية خلوة غير شرعية بمواقف المول الذي يعملني فيه. ويستمر مسلسل تغريف المرأة. أيضا نتابع مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية اليوم، الهاشتاج الأنشط، أيضا الرسم الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الجزيرة للفنان المرزوق الذي يصور ظاهرة بيع البحوث والرسالات في مكاتب خدمات الطلاب. من الهاشتاجز النشطة لليوم هاشتاج وزير التربية لا أشاهد اليوتيوب، إذ نفى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله علمه بما تردد حول وجود ملفات لمعلمين ومعلمات داخل خزانات تم بيعها في الحرج. حديث الوزير هذا جاء بعد انتشار مقطع فيديو تم تداوله خلال اليومين الماضيين أظهر ملفات خاصة بمرشحين لوظائف تعليمية داخل خزنة مكتبية تم بيعها في الحرج. وأكد الوزير وفقا للشرق أنه لا يشاهد اليوتيوب وبالتالي لا يستطيع الحكم على الخطأ الذي وقع، داعيا إلى ترك السلبيات والتركيز على الإيجابيات. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة فيديو حادث تفحيط جديد، يذكر أن الحملة الأمنية المشتركة بين إدارة المرور وشرطة عسير تمكنت منذ مطلع العام الحالي من القبض على 73 مفحطاً واحتجاز أكثر من 200 سيارة مخالفة في إطار الحملة المستمرة للقضاء على ظاهرة التفحيط. المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة بالأرقام. ₹150 مليون قيمة رأس مال الصندوق العقاري النسائي، 14,000 وظيفة شاغرة للشباب والفتيات في موقع طاقات، 600,000 مطوية وزعتها الأمانة للوقاية من حمى الظنك بمكة، 3 مليارات ريال لمشاريع الطرق والمياه والصرف في تبوك، 806,000 هكتار معدل انخفاض الأراضي المزروعة في المملكة، 10% نسبة التخفيض من مكافأة نهاية الخدمة بالقطاع الخاص وفق نظام العمل الجديد، أكثر من 1 مليار لربط المشاعر بطريق جدة مكة السريع، 87% من المدارس الأهلية رفعت رواتب معلميها. إذن انتهت فقرتنا الأولى، راح نروح مع فاصل ونعود لكم بعد قليل. علموني، رجعنا الحين. أهلا وسهلا بكم من جديد.
أثارت دراسة ظهرت أخيرا أثارت آراء الشارع السعودي التي وصفت بعض وظائف النساء بأنها اتجار بالبشر، وأوضح الباحث الشرعي في الجامعة محمد القمي في رسالة الماجستير بعنوان التجار بالبشر صوره وأحكامه وتطبيقاته القضائية. تحدث أن استغلال النساء يعني جسديا يتم في مجالات كثيرة من أبرزها وسائل استغلال في وسائل الإعلام عموما وكاشيرات وإلى آخره. وتواصل الحقيقة فريق برنامج جهلة مع الشيخ عن طريق أحد أقاربه لأنه رفض الظهور على وسائل الإعلام. جامعة الإمام محمد بن سعود كفت يدها عن الدراسة أو تبرعت من الباحث أو إلى آخره. لا أدري لماذا فعلت هذا الشيء، هل هو ردة فعل أم أنه فعلا لم يكن موجود هناك. راح يكون معنا تكون معنا الجامعة، ولكن خلونا نشوف هذا التقرير ونعود. في الوقت الذي يشن فيه المعارضون لعمل المرأة وتمكينها في المجتمع هجوما على أي حراك يدعم هذا التوجه، أدى اليوم أعضاء وعضوات مجلس الشورى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي عمل ومنذ توليه للحكم على إعطاء المرأة الكثير من الحقوق لتشارك بشكل فاعل في خدمة دينها ووطنها، مؤكدا وفي أكثر من مناسبة على أن تمكين المرأة لا يكون إلا وفقا للضوابط الشرعية ووفقا لما تمليه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. يسعدني أن ألتقي بكم في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة لمجلس الشورى. في أول دورة تشارك فيها الإمرأة، سائلا الله جل جلاله أن يمدكم بسداد الرأي والمشورة. يحدث هذا في وقت توصلت فيه رسالة ماجستير أجازتها جامعة الإمام محمد بن سعود إلى أن عمل المرأة ككاشيرة أو بائعة في محلات المستلزمات النسائية يعد نوعا من الاتجار بالبشر. وجاءت الدراسة التي قدمها الباحث الشرعي محمد البقمي تحت عنوان الاتجار بالبشر صوره وأحكامه وتطبيقاته القضائية. واتكأ الباحث في رسالته على رأي فقهي يرى بحرمة الاختلاط، ويدعم هذا التوجه تيارات دينية تعارض بشكل كبير انخراط المرأة في الحياة العامة إعلاء لقاعدة سد الذرائع التي يرى البعض أنها تحولت إلى ذريعة لتعطيل عجلة التطور في المجتمع السعودي. يعني قضايا الآن طرحت على الساحة، ومن المعلوم أن هذه القضايا كانت محسومة سابقا، محسومة بالنصوص وليست محسومة بالأهواء والأمزجة. قضايا اختلاط المرأة، قضية اختلاط المرأة بالرجال في المؤسسات والشركات والأعمال. سماحة الشيخ بن باز رحمه الله كان له رسالة في إيضاح بأن إيضاح أن الشريعة تنهى عن اختلاط المرأة بالرجال في ميادين العمل وفي المؤسسات والشركات. ومع الأسف الشديد الآن هذه القضية تطرح بقوة على الساحة. وفي آليات وفي قوانين وفي أشياء ممكن نطبقها تحمي المرأة في العمل. على سبيل المثال لو كانت هناك قوانين صارمة تمنع التحرش في المرأة. في المقابل يرى البعض أن المجتمع السعودي تجاوز مرحلة التلقي السلبي والخضوع لآراء إن ليس لها من الشرعية الدينية الكثير من الوجاهة. فهؤلاء الذين يحرمون عمل المرأة كما يرى البعض لا يقدمون بدائل عملية لفتيات وجدن أنفسهن نهبا للفراغ والبطالة. أصبح هناك قبول أكثر لدور أكبر للمرأة في المجتمع، وأصبح هناك تقدير أكثر وأكبر لما يمكن أن تقدمه. فبالتالي أتوقع أن يستمر هذا القبول ويستمر دخول المرأة في مجالات عمل مختلفة، وأعتقد أن هذا التيار المعارض سيتقلص دوره وسيختفي. وتبقى المرأة وقضاياها دوما أيقونة للصراع بين مختلف التيارات في السعودية، في وقت تصر فيه الكثير من السيدات السعوديات على شق طريقهن في العمل والإنجاز وسط هذا الضجيج المتعالي ما بين مؤيد ومعارض. عزام الخديدي لبرنامج جاهلة جدة.
شكرا عزام لمناقشة هذا الموضوع معي الدكتور عبد الرحمن النامي وهو المشرف العام على الإعلام الجامعي في جامعة الإمام. أهلا وسهلا بك دكتور. يا أهلا ومرحبا. من الأخير كذا وبساطة وش السالفة بالضبط؟ هو عندكم ولا ما بعندكم؟ أنتوا ألغيتوا الفكرة؟ ما الذي حدث بالضبط؟ أنا ما أدري من قال لك المعلومة أنه عندنا ولا ما هو عندنا، يعني أنا ما أنا قاعدين نسألك الآن. منها عملية استنتاجية. لا رفعوا لي الصوت إذا سمحتوا بس. أوكي يا أخوي علي. تفضل. حقيقة أنا أتعجب من الصحفي الذي نشر التقرير عن الموضوع المثار بدون أن يرجع إلى الجامعة. نعم. لو تأكدنا، يعني لو الصحفي تأكد من صحة الموضوع عن طريق الجامعة وفق الآلية وفق الأنظمة والتعليمات اللي ترتبط بها المؤسسات الحكومية مع وسائل الإعلام وقررت في أكثر منها. ثانيا، في نظري أن الرسالة التي تم إعداد التقرير الصحفي حولها، يعني حسب ما سألنا، هذه الرسالة ليست رسالة لا ماجستير ولا دكتوراه، وإنما أفادنا المتخصصين في بأن هذه الرسالة هي بحث تكميلي أو بحث صفي للطالب، والطالب يعبر عن رأيه، ودائما رأي الطالب لا يعبر عن رأي الجامعة والمؤسسة اللي ينتمي فيها سواء مدرسة ولا غيرها. وكما أن البحث الصفي أو البحث التكميلي لا يخضع لعملية التحكيم والمناقشة التي تخضع لها الرسائل العلمية والأطروحات العلمية من الرسائل الماجستير والدكتوراه. كما أن المحرر تجاوز المعايير المهنية في نشره للمادة الصحفية حيث أضفى عليها الذاتية. ومن المعروف أخوي علي وأنت متخصص في الإعلام أن المعايير المهنية الإعلامية من أهم شروطها الحيادية التامة والبعد عن الاستنتاجات، خاصة إذا كانت المواد إخبارية أو تقريرية. أما الرأي الذي ذكره الباحث كما نشر يشير إلى أن عمل الكاشيرات، لم نجد حول هذا الموضوع شيء يخص الكاشيرات، وإنما ذكر بحثا تكميليا أو صفي سمه ما شئت، ذكر الموظفات الاستقبال بشكل عام ولم يحدد أي مجتمع من المجتمعات. وعند النظر إلى هذا الخبر الذي نشر في صحيفة الحياة وتناولتوه أنتم هذا المساء، حقيقة هو لا يضير الجامعة، بل إن الجامعة هي ساعية ببرامجها وأنشطتها التي تقوم بها وتهدف من خلالها إلى عملية اللحمة الوطنية وتحفيز الانتماء. نعم دكتور عبد الرحمن، الزملاء في جريدة الحياة، وجريدة الحياة يعني من الصحف العريقة، وزملاء يتمتعون بمهنية عالية، أنا أعتقد لو تم إرسال هذا التوضيح لهم راح ينشرونه، ما أعتقد أنه في إشكال. سنرسل هذا الرد وسنرد عليهم. نعم. في هذا الموضوع، هذه الرسالة لم تسجل لا ماجستير ولا دكتوراه، وإنما هو بحث تكميلي أو بحث صفي. تحدث فيه فقط عن موظفات الاستقبال، ما جاب أي أحد ثاني وما حدد المملكة مثلا. ولم يذكر، ولا تمنيت من الصحفي حين وصلت هذه المادة أن يلجأ إلى المؤسسة اللي صدرت منها سواء كان جامعة أو غيرها للاستفسار عن المعلومة، وهذه جانب المهنية الإعلامية. طيب. أنك تتحقق من صحة المعلومة. نعم يمكن نحاول دق، ما حد رد عليه، ما يعني ابدا لم يتصل في الجامعه احد. طيب عموما زميلنا الصحفي ايضا اذا في ايضاحات له حق الرد في وقتنا. اشكرك دكتور عبد الرحمن النامي على يعني هذا التوضيح، واحنا اليوم تحدثنا عن هذا الموضوع، مبررنا فيه او المبرر اللي خلانا نناقشه هو نفي الجامعه والتوضيح، يعني هذا الجديد في القصه. شكرا لك دكتور عبد الرحمن النامي. احنا طبعا عندنا فاصل، طيب عندنا فاصل ثم نعود بعد ذلك نتحدث عن أول جلسة والقسم أعضاء وعضوة مجلس الشورى أمام خادم الحرمين الشريفين وكلمة خادم الحرمين الشريفين أيضا مع ضيوفي الأعزاء بعد الفاصل. أهلا بكم. أدى أعضاء مجلس الشورى اليوم القسم أمام خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى التي ينضم فيها عضوات المجلس، فيما أكد الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته للأعضاء أن
يعني مكانهم في المجلس ليس تشريفا وإنما هو تكليف لهم للقيام بمهامهم وأعمال الدولة والمواطن. لمناقشة هذا الموضوع يسرني أرحب بضيفي في استدياتنا هنا الدكتور فهد بن جمعة، والذي عين كآخر عضو منضم قبل القسم ربما بيوم وبيومين. أول شيء مبروك دكتور فهد. الله يبارك لك. تعينك غريب وسريع ولكنه أسعدنا كثيرا. الله يسلمك. نتمنى لك التوفيق. أيضا معي من جدة السيدة الأستاذة آسيا آل الشيخ، وهي إحدى المستشارات السابقات في المجلس، ونحتاج إلى يعني رأيها في اليوم، وأيضا نستشرف المستقبل سويا. كما أرحب عبر السكايب بصاحبة الإنجازات الكثيرة والدكتورة اللي تشرف فيها الدكتورة سلوى الهزاع عضو مجلس الشورى عبر السكايب، أهلا وسهلا بها. دكتور فهد أبدأ معك مفروض السيدات بس ما نقد في الاستوديو حتى الأمور التقنية تكون ضابطة هناك. أولا ماذا يعني لك هذا التعيين، وفي نفس الوقت تعليقك على كلمة خادم الحرمين الشريفين، تحدث عن نقاط كثيرة وواضحة ومسج لكم. أولا صراحة ما أحد يعرف الحدث حتى يعيشه. طبعا هذه ثقة ملكية في من خادم الحرمين الشريفين تشرف فيها، وإحنا مديونين لهذا البلد. البلد هذا قدم لنا الكثير وله فضل كبير علينا. الآن حان الوقت أن إحنا نقدم شيء بسيط، لو بسيط من هذا الفضل، الرجعة لخدمة الوطن والمواطنين. فبالنسبة لي حافز مشجع على أني أعمل بكل كفاءة وبكل قدراتي من أجل خدمة هذا الوطن وهذا الشعب الكريم. نعم دكتورة سلوى، أهلا وسهلا بك. اليوم بدأت الخطوة الأولى وأداء القسم، وكانت الرسائل لكم الحقيقة واضحة من الملك، ومن استمع لكلمة خادم الحرمين الشريفين يعني قال لا عذر لكم، أنتم تمتعون بنفس الصلاحيات، حضوركم ليس شكليا، الآمال يعني معلقة عليكم. كيف شفتي هذه الكلمة وكيف كان شعورك وأنت تؤدين القسم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لو سمحت لي بس نيابة عن جميع عضوات مجلس الشورى نشكر خادم الحرمين الشريفين في منحنا صلاحيات المشاركة مع أخواننا رجال النهوض بمسؤوليات الوطن ومواجهة التحديات. طبعا وجودنا اليوم في أداء القسم وبكل أمانة كان له رهبة. السبب أنه خادم الحرمين الشريفين يعني صنع التاريخ اليوم، صنع التاريخ للمملكة العربية السعودية بانضمام 30 سيدة سعودية نمثل 20% مع أخواننا الرجال. فطبعا وجودنا لأداء القسم أنا أعتقد أنه تقليص، وأعتقد أنه حاجة تشرف المملكة العربية السعودية وتشرف ما تقوم به المرأة العربية السعودية. نعم سأعود لك دكتورة سلوى حتى بس نسأل عن بعض النقاط. دكتور ممكن أضيف شيء؟ نعم. صراحة اليوم لما أنظر إلى النساء خواتنا مشاركين معنا فخر، تفتخر كسعودي. يعني صراحة هذا معنا اليوم صنعنا تاريخ. نعم. في إعطاء الفرصة للمرأة أن تشارك مع أخوانها الرجال، وهذا الشيء أنا أفتخر فيه وأعتقد كل سعودي المفروض يفتخر فيه. نعم دكتور، أنت يعني دائم صوت وطني في منبرنا في منابر أخرى، إن شاء الله يظل هذا الصوت على بنفس اللياقة حتى بعد انضمامك المجلس. ما الذي يحتاجه يعني كمراقب، ما الذي يحتاجه المجلس في الفترة المقبلة، وما الذي تحتاجه الدولة من المجلس، ما الذي يحتاجه المواطن من المجلس؟ أنا كمحلل اقتصادي وليس ممثل مجلس الشورى، كلمة الملك اليوم أطل الله في عمره هو قالها، أنتم مكلفين لخدمة هذا الوطن والشعب السعودي. فمعنى هذا أن احنا نحاول دائما نتلافى الأخطاء، نتلافى الإخفاقات، نحاول أن نبذل أقصى جهد ممكن لخدمة المواطن وتقديم. احنا لا نتوقع دائما، احنا طبعا طموحاتنا عالية ونتوقع الكثير، لكن
لو حاولنا ومشينا على الطريق وأنجزنا نسبة معينة أنا أعتقد أنه يعتبر إنجاز، ومع الوقت ومع الزمن سوف تزداد هذه الإنجازات وسوف يكون هناك أكثر شفافية، والتركيز على الأولويات وعلى القضايا اللي تؤرق هذا المجتمع والاقتصاد. أنا أعتقد أن اتجاه مجلس الشورى سوف يتجه ويركز على هذه النقاط بالتحديد. نعم دكتورة سلوى، يعني من أول ما طلع خبر تعيينكم واليوم القسم، صفي لي كيف الجو العام؟ هل تشعرين بأن مثلا هناك منغصات؟ هل يعني وصل اليوم رسالة للعضوات بعد كلمة الملك بأن هذا المسج وهذا النوعية الخطاب أخمدت كثير مثلا من التكهنات أو التساؤلات أو الشعور بأن بيئة العمل صعبة؟ والله أولا يعني لازم نعرف أنه جميع العضوات اللي يعني اخترنا احنا من قطاعات مختلفة، صح ولا لا؟ نعم. ومن قطاعات مختلفة من عدة ثقافات، جميع النساء الذي اخترنا كلنا أساسا في مواقع قيادية في مجال عملنا، فوجودنا اليوم لتأدية القسم هو يعني أصبح تأكيدا واضح على جدية القيادة الحكيمة في تعزيز دورنا ومكانتنا في المجتمع. كلمتين قالها خادم الحرمين الشريفين وطلبت تمهل، فهذه كانت حاجة جدا يعني كان لها معنى كبير في أنفسنا. فنعم النساء كما ذكرت المختارات، لسنا نساء صغار السن، لسنا نساء مبتدئات، كلنا نساء ذو خبرة عملية، ذو خبرة وظيفية، ونعتقد أنه جميعنا من 30 نساء كلنا ذو فطنة. وشيئا آخر ذكروا قال أنه هذا تكليف وليس تشريف، وفعلا أنا أعتبر هذا تكليف، وأتمنى أنه ليس فقط النساء بل النساء والرجال إن شاء الله قادرين على القيام بهذه المسؤولية، لأن أعتبرها مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة على أعتاقنا إن شاء الله، لنستطيع أن نقوم بواجباتنا تجاه هذا الوطن الذي أعطانا الكثير. نعم دكتورة سلوى، أنت وكل العضوات سيدات سعوديات مشرفات، ونحن قلنا ذلك في الماضي ونقول الآن، ونعتز ب يعني حتى أعمالكم وإنجازاتكم، ودائما نسعد بكم. أنا أشكرك دكتورة سلوى، هذه آخر مرة نحتفي في العضوات، المرات الجاية خلاص حنبدأ مشروع الانتقادات ويعني تقييم عملكم داخل أو تحت قبة المجلس. شكرا لك دكتورة سلوى. شكرا، أشكر لكم. نعم. هذه الفرصة. نعم شكرا لك دكتور فهد. أيضا ودي أسألك سؤال أخير، أنت متابع للمجلس، في الأوساط تتحدث التي تراقب المجلس منذ أنه الأعضاء المعينين حالي والعضوات من الأسماء الجيدة يعني على مستوى العمل، يعني هل أنت متفائل؟ هل ممكن يقدمون جديد؟ هل المشكلة أيضا في أداء الأعضاء ولا أساس النظام المجلس لا يتيح يعني حرية الحركة؟ لا أبدا، هم صحيح على مستوى من الكفاءة والتعليم، وأيضا اختيارهم يعني يمثلون يعني فئات مختلفة من مناطق ومن فئات المجتمع السعودي، فهي يعني صراحة تنويعة مختارة بكل عناية، فليس كما يعتقد الأشخاص أنه بس تعيين شخص، لا اليوم أنا يعني اللي أنا شفت يعني أن الأشخاص من ثقافات مختلفة ومن يعني مصادر مناطق مختلفة ومن يعني مصادر تعليمية مختلفة، فأنا أعتقد أن هذا يخلق نوع من عندما تطرح قضية تكون الآراء فيها اختلاف، لأن اختلاف الآراء هو اللي يصنع القرار السليم، فأنا أتوقع أن هذا النوعية من أو التنويعة من أعضاء مجلس الشورى، والآن أعضاء مجلس الشورى يعرفون ماذا يقول المجتمع ويعرف ماذا تقول الجرائد،
والصحف اليومية. فأنا أعتقد أنهم ماخذين هذه الملاحظات في الحسبان. نعم. طيب إحنا عندنا فاصل قصير جدا 30 ثانية ونعود بسألك سؤال أخير. فاصل. أهلا وسهلا بكم. اليوم نتحدث عن الشورى بعد أداء القسم أمام الملك وأيضا كلمة الملك، ومعي الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى، ودكتور سلول هزاع غادرتنا. كان مفروض يكون معنا أسير الشيخ لكن لظروف تقنية لم يتسنى لنا ذلك. دكتور فهد، ذكرت في البداية أنه تعيينك أنت غريب، كان يعني ما قد صار مجلس الشورى واحد يتعين لحاله كذا أو الحاقي، أو قلنا قصة التعيين وكيف متى جاك الخط؟ والله قبل ما يعلن يعني طلبت مني السيرة الذاتية، وأنا لا أعرف لماذا طلبت مني، ما أدري، لكن أنا متفائل يطلب يعني السيرة الذاتية، أكيد في شيء، لكن لا أعرف. وهذا اللي كان كثير من الناس يتوقعون، إن اللي عين عضو مجلس الشورى واسطة، إن كلهم عينين بالواسطة. أنا من وضعي أعرف إن ما في واسطة، ولا أعرف ولا توقعت أي شيء ولا حاجة حتى صدر الأمر. فيعني طبعا هذه كانت مفاجأة، وكانت يعني مفاجأة يعني جميلة وتشرفني هذه المفاجأة. نعم، هو الدكتور منيف راح أمين للمجلس. نعم. بالتالي أصبح هناك شاغر. نعم. ويبدو أنه كانوا يحتاجون أحد عنده نفس السي في اللي عنده. نعم، هذا المعلن في جريدة الحياة وغيرها، معلن أن وظيفته شاغرة ولابد من يعني تعيين واحد يحل مكانه. نعم. فكانت يعني أعتقد أنها كانت فرصة. نعم، عموما نحن نبارك لك في أهلا وروتانا كلها، ألف مبروك، نتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نشوفك في المرات المقبلة إن شاء الله. نعم. أيضا احنا وصلنا إلى نهاء قضيتنا الأولى، بعد قليل بننطلق في فقرتنا الثابتة الأسبوعية مع عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج بعد قليل. أهلا وسهلا بكم. فقرتنا الثابتة كل ثلاثاء مع الدكتور أحمد العرفج عامل المعرفة. أهلا وسهلا. أهلا بك. الله خير. أهلا بك. ترى أنا زعلان شوي، واحد من فريق الإعداد قال لي توي دبة، وأنا ما يرضيني يعني. فريق الإعداد ولا الفريق التقني عشان نعرف؟ لا لا، الإعداد يعني لا يصرف علي ولا هو حيشيرني دبة ماني دبة، هذا مو شغله. كذا قالها يعني. حطمني يعني. لا يمكن يمون عليك. طيب المشكلة صار الكل يمون الآن. على أساس أنك أنت يعني نحيف. طيب راح نبدأ معك في أول خبر من صحيفة المدينة، أو أنه صحيفة المدينة. فيصل بن عبد الله لا أعلم عن طالب جدة المعنف شيئا ولا ملفات الحراج. طبعا هذا أثناء تدشينه لأعمال معرض منتدى التعليم في دورته الثالثة. الخبر يتحدث، الخبر يبدأ يقول: أثارت تساؤلات المدينة سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله حول الطالب المعنف في مدينة جدة، والذي أجاب أنه لا يعلم عنه شيئا ولا يتابع الصحافة المطبوعة. وعند سؤاله عن الملفات التي وجدت في حراج الرياض أجاب أيضا بأنه ليس من متابعي جديد شبكة الإنترنت وخصوصا الموقع العالم يوتيوب، وطالب الصحفيين بالبحث عن إيجابيات وزارته والابتعاد عن السلبيات. و يعني يبدأ الخبر يكمل باقي تفاصيل المعرض. الحقيقة ملاحظاتي على تصريحات سمو الوزير أنه يقول لا أتابع الصحافة، والمفترض أنه يعني يكون في جهة في الوزارة نفسها تسوي شماغك كذا عشان طلتك البهيت. طيب. وأرجع أنا كذا سنة عشان ما يصير في عندك. طيب. يعني بروفيل عشان كذا كيف هناك. كذا لو تلف شوي. لا, لا 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 العكس العكس. أي ممتاز. طيب. نعم. فهو المفترض أن يكون في الوزارة نفسها في جهاز يتابع ما ينشر. هذه قضية ما تعنيني، تعنيني القضية الأخرى اللي هو التركيز على الإيجابيات وترك السلبيات. نعم.
مهمة الصحافة يا أستاذ علي وأنت تعرف هالشيء، مهمة الصحافة الأساسية هي مراقبة أداء الأجهزة، بمعنى أنها هي سلطة رابعة، إذا أردنا لها أن تكون سلطة رابعة. أبسط لك وللمشاهدين المثال، أنت لما تكون مدرس وتدخل الفصل هل تكتب اسماء الحضور أو اسماء الغياب؟ طبعا الغياب، لأن هو الأصل الحضور. عندما تكون الوزارة في إنتاجاتها كلها إيجابية، هذا هو الحقيقة، هو اللي ينبغي أن يصير عليه الأمور، ولا يشكر أحد على أنه أحسن لأنه يأخذ أجر. المفترض يحاسب المسيء، لذلك مهمة الصحافة هي مراقبة أداء الأجهزة وتسليط الضوء على الخلل، أما الصواب فهذا هو الصحيح. لذلك شغل أنه والله، وأحيانا بعض الصحفيين يقول لك جيب السلبيات والإيجابيات، لا، هذا شغلنا يوم القيامة أنك تجيب الحسنات والسيئات. أما في الدنيا فأنت مطلوب منك طالما أنت عندك منصب الأصول أن الأمور ماشية تمام، إذا لم يكن تمام فهنا تدخل الصحافة. هذه إذا أردنا صحافة تمارس دورها كسلطة رابعة، أما إذا تبغى صحافة علاقات عامة لا. أيضا التلميع الأجهزة هذا شغل العلاقات العامة وليس شغل الصحافة. الصحافة ما هي العلاقات العامة بتلمع؟ ترسل للصحافة. نعم، والمفترض الصحافة ما تنشر. أنا أعرف بعض الصحف السعودية وأنت تعرفها كانت ما تنشر أي خبر في ثناء. يعني لا، أنا أعتقد يعني خليني أتخيل كيف الوزير فكر في القصة. اليوم مثلا تعرف يقول لك إحنا عندنا 50% مثلا مباني مستأجرة أو 40%، ويجلس الصحفي يتكئ على مصدر معلومة أو سنوات طويلة نفس الرقم، يكون مثلا الوزارة أنجزت هذا، يعني وصلوا الآن أعتقد 22% صار عدد المباني المستأجرة. أنت تتكلم عن خلال سنة، يعني أنت 100% يعني فهذا إنجاز. فهو يمكن يتحدث عن تفسير بعض الأرقام أو يتحدث يا جماعة حدثوا المعلومات ربما. هذا جيد، هذا مشكلة. لكن المزعج في القصة الحديث عنه لا يتابع. نعم، هذه مشكلة. أيضا الموضوع اللي ذكرته، هذه مهمة الصحفي، إذا الصحفي ما عنده أبديتك ما عنده تحديث المعلومات هذا غلط. إحنا لا تنسى أيضا أنا ما أتكلم عن الزميل اللي كتب المادة هذه، ولكن سلمان النفيس، أنا أتكلم عن بعض الصحفيين لا يبحثون عن معلومة وهو كذا يفكر، يعني هو يعني تعرف اللي يكتب خواطر. نعم. فكر يوم كذا على المكتب يكتب مادة. نعم. إحنا هذا النوع من الصحفيين كمان مزعج، وترى يسيء لأي واحد مهني صحفي، يعني واحد في الكار. صحيح. أنا أقول لك علشان يرضى المسؤول. نعم. ويرضى الصحافي أو الإعلامي أو المذيع لابد أن يكون في قوانين واضحة. أحسن. تحمل اثنين. نعم، وهذا الصحيح. يعني بكرة أنا قررت توي اليوم مع بعض الأصدقاء نتحدث عن هذا، اليوم أنا قررت أجي أقول والله الوزير الفلاني فاسد، لازم يكون عندي أدلة. أحسنت. إذا ما عندي خلاص الوزير هذا من حقه يشتكي علي، يغرمني أو أنسجن أو أشوف لي حل، وهذا أو أقول في أمان الله. هذا هو. وأصلا في إنجلترا يقولون no news good news، إذا ما في أخبار فالأخبار جيدة. مهمة الصحافة هي متابعة المعوج والمايل، مش متابعة المستقيم. فأنا طبعا التصريح ليس لدي اعتراض عليه، أنا أتكلم عن فكرة فلسفة الصحافة في متابعة الأجهزة، والمفترض أن كل وزارة تفرح أنه في صحافة تساعدها على كشف مناطق الخلل في كل جهاز. يعني لما كنت له مسؤول أفرح أنه والله يجينا نقد، رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي، ولا ركز فقط على الإيجابيات، لا، السلبيات هي قبل الإيجابيات، لأن الإيجابيات في صالحك لكن السلبيات تنقص من أداء الجهاز. نعم. اللي تعمل فيه. نعم. طيب خلصنا من الخبر، نروح للشرق. المقام السامي للبلديات لا تمنح الأمراء والمواطنين أراضي الخدمات العامة. بس كاس الشاي. شوف يا سيدي هذا، لا خذ بعد واحدة بالله. طيب عشان إذا برد ما هذا التعميم للأمانة. أيه. أول مرة صدر عام 1383، بعدين صدر عام 1399، بعدين صدر عام 1401، بعدين صدر عام 1405، وبعدين صدر عام 1433. كما قلت لك يا علي، نحن نحتاج إلى جهاز يتابع ما يصدر من تعميمات وقرارات. على مستوى الشكل وعلى مستوى التنظير الأنظمة عندنا قوية، مشكلتنا دائما في التطبيق. يعني القرار هذا قبل أن أولد وقبل أن تولد أنت، هذا القرار موجود. أنا بس أنت ما أولد. لا، حتى أنا نحن نطالب بإيجاد جمعية لحماية الأراضي العامة، لحماية الحدائق، لحماية الخدمات الحيوية في كل منطقة. هذا اللي نركز عليه. لذلك أنا أتمنى التعميم هذا يفعل بطريقة قوية جدا، طالما لدينا مادة قانونية نستند إليها. نعم. طيب نروح للخبر الثالث من صحيفة المدينة. جزئية جدة تحكم بعدم الاختصاص في قضية مؤسس الشبكة الليبرالية رايف بدوي. تعليق. ندعو الله أنه يسر أمور رايف بدوي، ولكن هذه القضية عالية من القضايا الشائكة دائما، أنه تجد القضية تروح وتجي وكل من يقول بعدم الاختصاص.
الآن هل القضية تبعت وزارة الثقافة والإعلام أو هي تخص القضاء؟ دائما أنت تلاحظ أن الأمور فضفاضة. نحن نريد أن نعرف ما يتعلق بالنشر وبالمواقع. ما هو دائما يقول لك الطاسة ضايعة، اليوم حاكموا يعني يقولون إيش الموضوع حاكموا. صحيح. يعني 7-8 شهور الإنسان يقضيها من عمره وإلى وله الآن. وترى مشكلة هذه الضياع ما هي مرتبطة برأي في كثير نعم، وليس من نفس التيار، ربما في تيارات أخرى. نعم نعم، يعني كل التيارات. نحن نطالب أن تكون في أجهزة تبت بشكل سريع يا علي قضية روتانا في القضية مع الشركة الفلانية، مسؤول عنها الجهة الفلانية فقط. لكن الآن 8 شهور والأمور حايسة. نحن مع تطبيق النظام على الكل، لكن الآن أنت ما أنت عارف الطريق. يعني إذا أنت ما تعرف طريق مكة، لو قعدت 70 سنة تدور بسيارتك لن تصل لمكة. أهم شيء أنك تصل تعرف الطريق الصحيح. إذا عرفت الطريق الصحيح ستمشي الأمور. إحنا مع الأسف إلى الآن لم نعرف المخرج الحقيقي لهذه القضية، حتى لو حكم عليه 20 سنة. المهم أن تكون تصب في قنوات إجرائية قانونية صحيحة. طيب، في صحيفة الحياة آيباد الربيعة من دون شريحة بيانات يتضمن 130 لعبة. شوف آيباد الدكتور ربيعة يعني صار حديث الناس. نعم. والعالم. وأنا للتو الزملاء في الإخبارية في لقاء تحدث عن أنه هذا الآيباد، يعني تصريحه قبل شوي أنه لم يهديها بوصف أنه تعويض، يقول هو هدية من أب لابنته، وهو حسب زي ما طلبت. يعني كانوا قال إيش تبغين آيباد، فجاب الآيباد. فقال يعني موضوع الآيباد كبر شوي. طبعا شوف، إحنا في ملف ريهام، نحن مع ريهام. نعم. والقضية محزنة ومفجعة. نعم. ومخزية الحقيقة. نعم. لكن بتعلق على موضوع الآيباد هذا. لا، هو الآيباد الحقيقة متصل في موضوع، لأنه طويل. يعني في نكت كثير. نعم نعم، أنه وزير الصحة كرم قبل أشهر مجموعة من المتقاعدين وأعطاهم جهاز آيباد. السؤال هو ماذا يستفيد متقاعد من جهاز؟ أو البنت هذه في حالة المرض ماذا تحتاج؟ أنا أعتقد أنه الوزير المستشار الذي أشار له، أكيد مستشار كما كتب في الصحف، لم يوفق. يعني أفضل أنك ما تقدم شيء، لأنه حالة العزاء أو حالة التعب لا تتحمل آيباد. حتى لو أنه يعطي، ما يعطى بشكل تحت ضوء الإعلام، لأنه مستفز أحيانا. وإن كان أنا أدري أنه إن شاء الله الوزير نواياه يعني سليمة وكذا، لكن أحيانا الإنسان يفعل خير لكن يفسر بطريقة أخرى. يعني الآن صار مع الأسف مثار سخرية، وأنت ما تقدر توقف طابور الناس. 80,000 تغريدة في نص ساعة على الآيباد جت، 8 هاشتاجز جت على الجهاز هذا. من يوقف ماجد الطفل؟ الخميس في الحياة يقول الآيباد جهاز العصر بات مثارا للسخرية. نعم. تأكيد على ما تقول. نعم يعني. أقول لك أنه طيب. هذا السبب يعني. وأنت ما تستطيع تسيطر على الآن قنوات التواصل الاجتماعي، لأنها هي نبض الناس، هي حياة الناس. ما تستطيع أنك تسجل هي الناس، هي صارت تسيطر عليك أنت. والله إن شاء الله مرات كذا ولا كذا. طيب، شرطة القصيم تضبط معملا لتزوير شهادات الجامعات والمعاهد، 16,000 شهادة مزورة. مصنع شهادات عندنا. مصنع شهاد. يبدو لي أحد. ولا أصبر. في برضه في مصنع ثاني. نعم. في 41. 41. نعم. مصنع خمور في الرياض. شوف. بلد صناعي صرنا احنا. نعم. بالنسبة لتذكر يا أستاذ. أول شيء خلنا وبعد ما أكمل تعريف المصنع وشو. طيب، قبل تعريف المصنع تذكر في أول حلقة يا أبو سعد معك قلت نحن نريد الآن نسوي شركة أو نقابة أو جمعية أحمد العرفة جعل الآني لمتابعة الأرقام التي تنشر في الصحف فقط. كنا نطالب بإيقاف الشهادة المزورة، فاكتشفنا أن هناك مصنع لها. يعني قبل 20 سنة كانت الدول العربية تطالب بالزراعة، الآن نطالب بمكافحة التصحر. ما عاد صار نبغى زراعة، ما نقدر أصنع الزراعة، نريد مكافحة. يعني أنت لما تذهل من الرقم 16,000 شهادة صدرها هذا الأخ العربي، طبعا ما قالوا جنسيته، لكن هو وابنته، هو دكتور وابنته تعمل معه في التزوير. إذا كان منطقة محافظة زي القصيم وفيها هذا العدد، فما بالك بالمدن الكبيرة المنفتحة اللي فيها عدد هائل من الكثافة السكانية. 16,000 يا سيدي علي ترى رقم خطير. وأنا قلت لك يجب الآن يكون عندنا أقل شيء وزارة لمتابعة الأرقام. 40-41 مصنع خمور في الرياض لوحدها، هذه ممكن ما تلقاها في دول أوروبية. وين في منطقات الحائر حيث يستفيدون الحشائش والأشجار والطرق الوعرة بحيث صعب مداهمتهم، ولو تبعت الخبر أنهم ناس مسلحين أيضا ومن جنسية واحدة أيضا. هذا أنا أعتقد أنه إحنا لن نستطيع أن نصل للأمور بحلها إلا بمتابعة الأرقام بدقة، وأننا ما نستهتر. يعني ما نستهتر أبدا. 41 ترى في منطقة في جنوب الرياض رقم خطير ونتابعها. نعم. عاد مصنع هذا انا ما ادري عنها، انا ليا في الخبر ما ينشر يا ابو سعد. اي مصنع، بس انه يعني كمان يعني وش البلد هذه الرياض 41 مصنع. يعني عندنا هل يعني لما انت تلقى واحد يقبضون على واحد في بيته مثلا هو يصنع خمر،
مثلا، هل هذا يصنف انه مصنع؟ لا، هم قالوا في الخبر انه جنسيه اثيوبيه يبيعوا للبيع. وبعدين انا اسالني عن صناعه الكلام، انا من خريجين كتاب ابن الاثير سر الصناعتين الشعر والنثر، لا تسالني عن المصانع هذه لا اعرفها والله. والله انا ايضا نفس الحكايه، شرح اكسرها سعد. طيب يقول في الشرق احمد دماس مذكور يقول سأدافع عن الوزير، ماذا لو كان احدكم وزيرا للصحه؟ بعدين يبدأ يقول سيهاجمني الجميع عندما يقرؤون عنوان هذا المقال، لأن ما حصل لابن الجازان يدمي القلب ويوهن العمر، ولكنني سأقبل كل ما سيقال لما أفكر بعقلية ومنطقية بعيدا عن الهيجان والصراخ عندما ثارت وسائل الإعلام على وزير الصحة. فهناك من يطالب باستقالته، وهناك من يريد القصاص منه وغير ذلك، ولكنني لست ممن يسارعون في القال أحكام على الناس دون وعي أو تفكير منطقي يقودني للواقعية وإصلاح الأمور. فالربيع لم يسحب عينه الدم ولم يفحصها ولم يسحب عينة الدم ولم يفحصها ولم يحقنها في جسم المريضة دون اختبار إلى آخره. تعليق. شوف أبو سعد، من حصلت قضية رهام الله يقومها بالعافية حتى الآن نشر تقريبا 223 مقال، كلها دفوعات إسقاط الوزير، استقالة الوزير، يجب أن يحاسب، لا نوقف غضب الناس من حقهم. لكن الحقيقة أن لفت نظري هذا الشاب كتب مقال عكس التيار، وللأمانة جاب أشياء منطقية، قال عقلانية، قال هو لم يكن في المختبر، هذا ما يبرر المسؤول، وهو قال هذا لا يخرج من نطاق المسؤولية. أنا سأله، لكن يجب أن تحاسب الناس بقدر صلتهم في الموضوع وقربهم. الربيع في النهاية ما عنده 7 مليون عين عشان يحطها في كل غرفة. اهلا وسهلا بكم. احد اصدقاء الدكتور العرفج قال ما ادري يقصدني انا ولا يقصد كنت، يقول ما في واحد ماله نفس من الثاني. اول شيء ما في داعي يكون كل واحد له نفس، يعني لا والله لنا نفس. احنا يعني اذا جانا الدكتور يسعدنا ويعني يضيف لنا كثير من المعلومات والسعاده. وبعدين انا عندي شح ابتسامه وغزاره في التكشيره اذا جاز التعبير، لكن الحقيقة خير من يكافحها الدكتور العرفج، شكرا دائما. لا بس ترى للأمانة الكل يقول لنا مبتسمين، هو صديقنا بس حب يستفزنا الله يذكره بالخير، حب كذا يمزح معانا شوي. نعم. طيب باقي في خبر وبعدين نروح لكاتبنا اليوم اللي هو الأستاذ فهد عامر الأحمد. نعم. الخبر من سليم الذروي من المدينة، الشرعيون للفنانين، نحن نحبكم والله يحب التائبين فاغتنموا الفرصة. القرني حكاية مرحلتين لمغن سهر وضياع وأيضا وإشراقة توجه يوم هداها الله. نعم. تفاصيل أخرى تبغى تعلق أنت على الخبر؟ لا هو الحقيقة موقفنا إحنا من الأغاني موقف الحقيقة مربك قليلا. يعني أنت لما تتابع دواخل الخبر يقول لك يجب من نبتلي بالزنا أو بسماع الأغاني أو بالربا أو بالغش يجب أن يتوب إلى الله. هذه معاصي مختلفة القدر عند يعني في الممارسة. أنت ما تحط الأغاني مثلا بجوار مثلا الربا أو الزنا لا سمح الله. لذلك ربكة الناس ورباكهم في مثل هذه الأخبار، وتحديد تحديدا في المدرسة الفقهية السعودية، وإلا أنت لما تشوف مدرسة الشوام الفقهية ومدرسة مصر الفقهية تجد أنه في رحابة في موضوع سماع الأغاني والتسامح فيه والتساهل، وأحيانا استحبابه أنا أقول مثل هالأخبار يجب أنها ما يقرع الناس عليها كثير. الناس يعني أنا أقول لك 70-80% يسمعون في السعودية يسمعون أغاني ويغنون، لما تقرع 70-80% يبدا الانسان يعني انت عندك مشكله انك تحطها في نفس الزنا نفس يعني هو انه في رايين في القصه في احد يحرم. نعم يعني انت في الاخير نص مفتوح، المدرسه الشاميه نحترمها في الفقه، المدرسه المصريه نحترمها، لهم اراء كثيره يعني، والمدرسه السعوديه يعني القرضاوي مثلا كان من اللي بيح الاغاني واوصى وكذا كذا فنان من الجزيره العربيه من السعوديه راحوا للقرضاوي قال لهم لا الاغاني ما في شيء ورجعوا يغنوا، ما في داعي نذكر اسماء، نترك نترك ذا الاخوان المختصين بالطرب والفن. طيب اليوم فهد عامر الاحمدي هو ضيفنا، ضيف طاولتنا اليوم. احنا تحدثنا في الحلقات الماضيه عن المفكر ابراهيم البليهي، من قبله عيسى الحليان، من قبله ايضا عيسى الحليان الكاتب في الشرق والذي كان قبل ذلك في عكاظ. فهد عامر الأحمدي أنت وصفته بأنه من عمال المعرفة. نعم. الحقيقيين يعني الأساسيين. نعم بس دقيقة أخذ لك رشفة شاي.
كرشفت ولا رشفت؟ خذ رشفات. مع اني طلبت شاي بالحليب لكن شكلي الاسبوع الجاي ابو سعد حليب. والله شوف حرص على وزنك، لانه في واحده مرسله تقول اسال العرفج ياكل بطاطس مسلوق واجد، فانا يعني الشاي اهون من شاي بالحليب لانه ذاك ممكن يسمن، فالفكره صحيه. بالنسبه للاكل كل ما اباحه الله الحمد لله اكله، فبلاش نحدد البطاطس كل شيء حتى لا نسوي دعايه للبطاطس. طيب نرجع للحبيب الله يذكره بالخير الاستاذ فهد عامر. فهد عامر الاحمدي يقول بقدر معاناتك تسمو حياتك. نعم، اولا قبل اتكلم عنه الحقيقه جتني انا وانت عتاب كثير على موضوع البلاي، هنا تكلمنا بسيطه. انا اقول يا جماعه نحن هنا فقط نعرف بكاتب لمده دقيقتين ثلاثه حتى يتابع الناس، لكن صعب انه ما شاء الله فهد عامر الاحمدي له 6000 مقال. انا حتكلم عن ايش؟ لو كل مقال تكلمت عنه ثانيه احتاج 6000 ثانيه. لو كل مقال ثانيه وهذا امبوسيبل، مستحيل يعني. نرجع فانا لما نعرف بكاتب أكون أنا متابعه. فهد عامر أحمدي أنا أعرفه من 20 سنة كصديق وكاتب. صديق هذه ليس لها قيمة في هذا المكان. ما يهمني أنه هو التطبيق الحي في السعودية على نوليج وركر، عمال المعرفة. فهد عامر الأحمدي يمسك معه مفتاح وزرادية ويقعد يحفر في المعلومات، يحفر حفر كبير. وإبراهيم يعني مما يعجبني في فهد، أولا أسلوبه سلس جدا، أسلوب يقرأه واحد سادس ابتدائي والمتوسط يفهمه. ثانيا أنه مغرم بالأمثلة والشواهد. إذا قال لك والله مثلا أنه الأسماء مربكة أحيانا، خذ مثلا يعطيك مثال حتى يضع القارئ في القارب الصحيح. فهد أيضا كاتب من كتاب القرن 21، لديه جوال، الجوال هذا يرسل فيه مختصر لمقاله اللي قلت لك هذه فكرة ينقص إبراهيم البليهي. هو يرسل كل يوم لجوال المشتركين مع فهد يرسل سطرين عن مقاله لهذا اليوم، ملخص كل الفكرة يلخصها بسطرين. فهد أيضا لا يدخل في مهاترات، يدخل في تويتر يحط مقاله ويطلع، عمره ما رد على أحد. وهذا رجل يبذل كل وقته في قراءة العلم. يعني فهد عنده مشكلة مرض، وأنا أذكر أنه راجع طبيب اسمه هوس الكتب، مولع في هوس الكتب. دعني أتكلم الآن. الطبيب وش يبغى؟ يقول له خفف عني الهوس. فهد أيضا من الشخصيات العجيبة. فهد درس 8 سنين في الجامعة، درس أول شيء جيولوجيا وشاف أنها ما تنفع وراح للحاسب وما نفع، 8 سنين ولم يتخرج. ولذلك هذا ما أحد مصادر إبداع فهد، ترى الجامعة تعلم الغباء. لو كان فهد جامعي ما كان بهذا الشكل. يعني حنا أغبياء؟ لا أنا قلت الجامعة تعلم الغباء. كل الناس شعب جامعيين. لا لا هذا مو أنا والله. لا لا شوف انت كيف تتعامل مع الجامعه، هي الجامعه من افضل يعني افضل شيء تعلمك كيف تبحث. نعم بس انت بعدين ما تصير تبحث. نعم هذه مشكله. لذلك يعني لذلك الاستاذ فهد الاحمدي لا ينطبق عليه مقوله النجفي اصبحت استاذا فزدت جهاله فلقد فقدت تواضع التلميذي. فهد الى الان يحبو في حضره المعرفه، ما زال يبحث. الاسبوع الماضي زرته وجدته محاط بالكتب وكانه اول مره يقرا ويكتب. نرجع لفهد. فهد دائما عنده خلطة واحدة، فكرة يجيب عليها شواهد يربطها في التراث أو في الحقائق العلمية. مثلا من نظريات فهد التي من نظريات فهد المعروفة أنه يقول، تسمح لي بس تفضل، لأنه سيرة فهد تنشف الحلق والله لك طويلة ما شاء الله. فهد يقول عندهم دائما نحن نسمع مثال العقل السليم في الجسم السليم. فهد يقول ابدا مو صحيح، روح زير مستشفى المهابيل تجدهم انشط الناس، وشوف العلماء بتوفي من غير اذن، المعري اعمى، طه حسين اعمى، المبدعين كلهم اصحاب عاهات. لذلك العرب تقول كل صاحب عاهد جبار. يعني انا معاه في النظريه هذه، ولا لو كان مساله الجسم السليم كان ما شفتني بهذا الشكل. العقل السليم في الجسم، هو يقول العقل السليم في الجسم في الجسم السقيم. هذه اقرب نظريه، لانه تلاحظ تاريخ المبدعين ليس فيهم واحد الا تجد عنده عاهه. ولما تزور مستشفى المجال بس لحظه، ترى فهد عامر احمد عنده اشياء احلى من كذا، لا تكره. لا لا انا ما بكره، انا بعطيهم مثال. لا لا عنده شغلات يعني جبنا اكيد اكيد يا سيدي. دائما فهد يتكلم عن الوقت، عن ترتيب الاولويات. انا خايف كل الناس يبغى كل واحد يبغى يصير نجيب الان، ولا واحد يروح يقعد انه الحين، ولا واحد كان يسوي رياضه ما يسوي ولا. لا 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 بس هذه من نظرياته. حتى لا نطيل الان، بقينا في موضوع فهد. في عيب واحد لازم كل شخص يكون عنده عيب فهد، المسلمات اللي في المجتمع. هو اكتشف نظريات علمية تصدم هذه القناعات، لذلك هو خجول لا يقولها، أو أحيانا يحب السلامة لا يحب أن يصادم الناس. يعرف أنه في مسلمات عند الناس ولا داعي يذكرها لأن حتى لا أحرج ما أحد، إنما هو يعرف أنها خطأ ولا يستطيع أن يكتب أنها خطأ. زيش لا ما قلت لك لا تذكر. لا لا زيش لا لا. يعني لا يعني هذه واحدة من النظريات، أنه الجسم السليم في العقل السليم. فهد له نظريات في أشياء كثيرة تصدم الناس. طيب
طيب. يعني مثلا نظرية أنه مكة وسط الكون، هو يقول لك أبدا هذا الكلام ليس صحيح النهائي. هذا هذا الكلام ما تحتاج استاذ جغرافيا. ما هو لما يقول مو بوسط الكون لازم يقول له وين وسط الكون. لا يقول انت تثبت وسط الكون، هات الخريطه شوف وين تقع، ما تقع في وسط الكون. طيب احنا الان بنروح للمقاطع كل. عموما يعني الاستاذ فهد عامر الاحمدي فعلا كاتب رائع وميز ولا يحتاج الحقيقه للشاتي، نسلم عليه ونمسيه بالخير. خلونا ناخذ اول فقره المقاطع، ناخذ اول مقطع. يا هلا والله وسهلا، يا الله انت حييت يا قهو، يا هلا والله وسهلا. هلا 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 مرحبا. هلا والله بفضل نعطي لي على مين يا رجال انت اكبر. خذ ايه سب سب مش تقهو سب بالعافيه ما تبي كيف كلام الناس سوا. ابقى رجال ثابت اشرب، خذ اشرب اشرب. لا اله الا الله رومي رجال قول لنا شاي. والله شوف جميل التطبيع بين الحيوان والإنسان، لأنه إحنا مع الأسف في السعودية عندنا في حالة صراع مستمر، تجد الناس تخاف من البس والبس يخاف من الناس. كون أن الضب الآن يرتوي، طبعا واضح أنه مو موية لأن الضب لا يشرب ماء. أنا بسأل المشاهدين وأسألك، هذا شاهي هو ولا توت ولا إيش؟ شاهي شاهي شاهي. لكن الحقيقة إحساس الضب بالأمان هذا اللي لفت نظري، يعني إحساس الضب بالأمان، لأنه دائما الضب مربوع مروع في السعودية، وأنا شفت تجارب في عيني إذا دخل الضب جحر والشباب حيصيدونه يفتحون عليه انبوبة الغاز في الليل لين ينكتم مسكين يطلع من الجهة الثانية. صح ان احيانا الضب يطلع متلثم لكن برضه يطلع ميت مسكين. لا طيب ناخذ المقطع الثاني. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم استهنى يا ما على نار الحب قلبي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم استهنى يا ما على نار الحب قلبي ولقيتها من الجنة. في مقطع ايضا رومانسي اخر برضو، خلينا ناخذه بعدين نعلق. يعني هذه رومانسيه الحمير. نعم. احنا تعرف تحدثنا عن الحمير. نعم نعم الحمير مهمه. ناخذ ايضا المقطع الثاني برضو اعطونا مقطع حمار ثاني. لا ارجع 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 ارجع, أرجع, أرجع. هذا بعير مو بحمار يا حبيبي. اعطونا المقطع الثاني بعد شوي، تفضل علق على الرومانسية الأولى. الرومانسية الأولى يا سيدي على سجلها علي تاريخيا، أكثر حيوان ظلم في البشرية هو الحمار. مع الأسف هو اللي يكتشف الطرق، هو اللي يخدم الناس، هو الوفي، هو الطيب، ولذلك هو محفز على نظريات. نعم ونظريات توفيق الحكيم حمد حمار حمزة شحاتة أكبر الروائيين في العالم في ذغورس كلهم. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أنه كان عنده حمار اسمه يعفور، ولما مات الرسول قال الحياة لا تستحق أن أعيشها، وانتحر في بير حسب ما تقول بعض الروايات. فالحمار عنده أصالة، وأنا أتمنى أنه العناق اللي كم ذا يعوض ظلمنا التاريخي للحمير. يعني حاول عنتر العبسي يستنطق الحمار لما الخيل حقه لما تعب وقال لو كان يعلم ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي، يعني ما قدر يتكلم. أنا أتمنى أنه العناق هذا يمسح جزء من الجرم التاريخي اللي سويناه بحق الحمير. وبالمناسبة قبل سنتين طلع تقرير من منظمة الفاو يقول إنه أعمار الحمير في العالم العربي 8 سنين، في بريطانيا 40 سنة. السبب سوء المعاملة. 36 سبب سوء المعاملة. لذلك هناك حزب الحمير تلقاهم يفتخرون فيه في أمريكا. حنا مع الأسف يقول لك لا يهمك حمار. تحس الحمار عنده يعني وجهة نظر صريحة. نعم وواضحة. أحسنت. وعنده شفافية أيضا. نعم ولا يكذب الحمار. شوف يقول لك أنه طريق الحمار رايح جاي، الحمار يعلم الشرطة تكرار يعلم الشرطة. تذكرت سالفة خوينا اللي باسم حماره مسعر. بس إيه؟ يعني ما في وقت لذكرها. ناخذ أيضا مقطع آخر. هنا دمج الحمار في المجتمع. نعم لك حبيبي صارحني اللي وش اللي على بالك أشوف ما أنت على بعض بخطرك شي بتقوله. لك حبيبي صارحني اللي وش اللي على بالك أشوف ما أنت على بالك.
هنا خطوة ثانية اللي هو دمج الحمار بالمجتمع. أحسنت. وتمهيدا وأيضا تعميم فكرة البنطلون السروال. البنطلون نعم ستر العورة. لا هو بس اللي لفت نظري الحقيقة لو شفت الأصوات اللي قبل أنا أتمنى أنه السروال يخفف من قوتها لأنه جلدوه شوية الأخوان بعدين هنا حملوه اثنين. يعني عادة ترى من أخلاقيات ركوب الحمير أنه يكون واحد ما يكون اثنين. هذا اللي شقوا على الحمار مسكين ويجلدوه كل ما يتوقف. جميل أنهم يلبسونه بنطلون أو كما يقول الفصحيون بنطال لكنه جلدوه وأثقلوا عليه. باقي في مقاطع ثانية في مقطع لشجاعة طفل وعراك مع الحاشي لكن هذه أنسنة. شوف أنا معجب في المقاطع أنسنة بس على فكرة بس ما نقدر نأخذه لأن وقتنا انتهى. نأخذ الأسبوع الجاي عشان الطفل ولا عشان البعير؟ علشان الاثنين. طيب لأنه في النهاية لازم يعني نكون إنسانيين. لا عشان الوقت والله. لكن الأسبوع الجاي كل المقاطع اللي ما قدرنا نأخذها هذه المرة نأخذها الأسبوع الجاي في مقاطع ثانية مهمة جدا وتحتاج منا تعليق. أشكرك دكتور. شكر لكم للمشاهدين والمشاهدات. وش قاعدة العلماء هذه؟ لا لا بس عشاني فرحان رايح بكرة لأمي. طيب الله يحفظها لك. آمين. عموما أشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا. أشكر الدكتور أحمد العرفج عامل المعرفة الذي كان معنا في هذه الفقرة الثابتة الأسبوعية كل ثلاثاء. ألقاكم غدا في أمان الله.